حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين لو علينا أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر بن الخطاب إني أعلم أي يوم أنزلت هذه الآية، أنزلت يوم عرفة في يوم جمعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال قرأ ابن عباس اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعنده يهودي فقال لو أنزلت هذه علينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيد في يوم جمعة ويوم عرفة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس وهو صحيح. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الرحمن ملأى سحاء لا يغيضها الليل والنهار. قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يرفع ويخفض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وتفسير هذه الآية وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذا حديث قد روته الأئمة نؤمن به كما جاء من غير أن يفسر أو يتوهم هكذا. قال غير واحد من الأئمة الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وابن المبارك إنه تروى هذه الأشياء ويؤمن بها فلا يقال كيف. حدثنا عبد بن حميد حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الحارث بن عبيد عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. حدثنا نصر بن علي حدثنا مسلم بن إبراهيم بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس ولم يذكروا فيه عن عائشة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم
فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قال عبد الله بن عبد الرحمن: قال يزيد: وكان سفيان الثوري لا يقول فيه عن عبد الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وبعضهم يقول عن أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. حدثنا بندار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل يرى أخاه على الذنب فينهاه عنه، فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ونزل فيهم القرآن فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فقرأ حتى بلغ: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال: وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فقال: لا حتى تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطرا. حدثنا بندار، حدثنا أبو داود الطيالسي وأملاه عليه، حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن علي بن بديمة عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا إسرائيل، حدثنا أبو إسحاق عن عمر بن شرحبيل أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر الآية. فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فدعي عمر فقرأت عليه ثم قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت التي في المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فدعي عمر فقرأت عليه فقال: انتهينا انتهينا. قال أبو عيسى: وقد روي عن إسرائيل هذا الحديث مرسل. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن عمر بن الخطاب قال:
اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فذكر نحوه، وهذا أصح من حديث محمد بن يوسف. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: مات رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحرم الخمر، فلما حرمت الخمر قال رجال: كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر؟ فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن البراء، حدثنا بذلك بندار. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا قال: قال البراء: مات ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشربون الخمر، فلما نزل تحريمها قال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول الله، أرأيت الذين ماتوا وهم يشربون الخمر لما نزل تحريم الخمر؟ فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الفلاس، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عثمان بن سعد، حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت علي اللحم. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. قال: هذا حديث حسن غريب. ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسلا ليس فيه عن ابن عباس، ورواه خالد الحذاء عن عكرمة مرسلا. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي قال: لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ فسكت. قالوا:
يا رسول الله في كل عام؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث علي، وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس. حدثنا محمد بن معمر أبو عبد الله البصري، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة، أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رجل يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق أنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا الحديث مرفوعا، وروى بعضهم عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر قوله ولم يرفعوه. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا عتبة بن أبي حكيم، حدثنا عمرو بن جارية اللخمي عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له كيف تصنع بهذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال عبد الله بن المبارك وزادني غير عتبة قيل يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم؟ قال بل أجر 50 منكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثنا محمد بن سلمة الحراني، حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان مولى أم هانئ عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. قال برئ منها الناس غيري وغير عدي بن بداء، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتيا الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولا لبني هاشم
يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة، ومعه جام من فضة يريد به الملك، وهو عظم تجارته، فمرض. فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم، ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء. فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا، وفقدوا الجام، فسألونا عنه، فقلنا: ما ترك غير هذا، وما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر، وأديت إليهم 500 درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يقطع به على أهل دينه، فحلف. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، إلى قوله: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا، فنزعت 500 درهم من عدي بن بداء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وليس إسناده بصحيح. وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي، يكنى أبا النضر، وقد تركه أهل الحديث وهو صاحب التفسير. سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر، ولا نعرف لسالم أبي النضر المدني رواية عن أبي صالح مولى أم هانئ، وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا يحيى بن آدم عن ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد عن أبيه عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدمنا بتركته فقدوا جاما من فضة مخرصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة، فقيل: اشتريناه من عدي وتميم. فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم، قال: وفيهم نزلت: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. هذا حديث حسن غريب، وهو حديث ابن أبي زائدة. حدثنا الحسن بن قزعة، حدثنا سفيان بن حبيب، حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما، وأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا لغد، فخانوا وادخروا ورفعوا لغد، فمسخوا قردة وخنازير. قال أبو عيسى: هذا حديث قد رواه أبو عاصم وغير واحد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن عمار بن ياسر موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسن بن قزعة. حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا سفيان بن حبيب عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفع، وهذا أصح من حديث الحسن بن قزعة، ولا نعلم للحديث المرفوع أصلا. حدثنا ابن أبي عمر
حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة قال: تلقى عيسى حجته ولقاه الله في قوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلقاه الله: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الآية كلها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت المائدة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وروي عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح.